نبدأ بارت آخر من الأندوكراين. السؤال 31: 23 years old student with noun karyotype 45XO أو 45X، طالب أو طالبة عمرها 23 سنة، طالبة عمرها 23 سنة. ليش قلنا طالبة؟ لأن ماكو واي، 45X بدون واي، بدون واي يعني أنثى يعني فيميل. إذن 32 years old student with noun karyotype 45X attend the clinic seeking advice as she. شوف هو قال سنانة فصح عن الموضوع وقال she's wanted to conceive pregnancy، تريد تحمل وتريد تجيب. اوكي، which of هذا الكاريوتايب مالتها، which of the following should be concealed about، يعني السؤال هنا ايش لازم ننصحها شو تسوي. طبعا الجواب يقول لك هنا she will require screening for aortic dissection. Aortic dissection. بالنسبة للسؤال 31، in general the karyotype in this scenario consistent with Turner syndrome. هذا طبعا Turner syndrome الكاريوتايب مالته 45XO أو 45X، ما بي واي يعني شنو يعني فيميل. زين، usual present with short stature and amenorrhea. شغلتين راح نلاحظهم، أول شيء amenorrhea، ماكو سايكل، ماكو منسترال سايكل، ماكو بيريود. والشغلة الثانية الفيميل هاي راح نشوفها شورت ستيتشر، شورت ستيتشر. زين، there is no increase بالريسك اوف اوفيريان كانسر، ماكو اي خطر للاصابه بالاوفيريان كانسر، بسرطان الاوفيريان. اوكي، و اكسسيف اندروجين از نوت يوجوالي ا فيتشر، ماكو اي اندروجين اكسس، ف نو انكريز اور اكسس بالاندروجين. تمام، والكارديو فاسكولار مالفورميشن سبيشال ايورتيك روت دايليتيشن، راح يصير عندنا ايورتيك روت دايليتيشن مي جو اندايجنوزد انتل لتر ان لايف، يعني ممكن ما يدجنز وبمرور الوقت اوكي تتماشى وياها، هو مي اندايجنوز انتل لتر ان ذا لايف، ولحد ما يوصل مرحله ويصير فد مشكله عندنا فد بروبلم until later in life and present a high risk of morbidity and mortality. ممكن بأي لحظة يصير عندنا dissection aortic dissection وديدل الpatient especially during pregnancy with increased circulatory volume. اوكي، اذا هسه ممكن يعني يمشي بالوقت وما يدقنز until later in life and present a high risk of morbidity and mortality especially during pregnancy خصوصا اثناء الحمل with هي يعني هاي مهمه هاي اهم نقطه هنا with an increased circulatory volume. طبعا نقطه راس السطر only up to 5% of individual، فقط 5% او اكثر من 5% من الانديفيدوال with Turner syndrome become pregnant spontaneously with majority requiring intervention. الاغلبيه يحتاجون الى intervention such as ال egg donation، يصير عنده شنو يعني تبرع بالبيض. ماشي، Turner syndrome is not associated with mental retardation، ما لها علاقة بأي mental retardation but is associated with degree of learning disability later in life. ممكن إذا ما عندنا أي مشكلة بالمنتل ما عندنا mental retardation، فقط ممكن أكو degree of learning disability، مشكلة بالتعلم learning degree degrees of no learning disability later in life as it is not heritable. Turner syndrome cannot be passing on، يعني هي مو وراثية. Turner syndrome cannot be passed on to future generation with an assisted pregnancy. تمام، يعني ما تنتقل عن طريق الوراثة. يعني مثلا ال patient هاي Turner syndrome ما تنقل لنا Turner syndrome الى يعني للجيل اللاحق. Don't based on future generation او next generation with an assisted pregnancies. فالمشكله هنا بالكاريوتايب مال ال 45X Turner syndrome انه she will requiring screening for aortic dissection. كلش مهمه هاي. هي الخلاصه. سؤال 32: 17 years old boy
ولد عمره 17 سنة is referred with delayed puberty. أكو عنده شنو تأخير بالبلوغ. He has notes that he is taller than his classmate. تمام؟ هو أطول من جماعته اللي زملائه اللي بالصف زملاء الدراسة. زين. On a clinical examination, he is found to have spare facial and body hair. أكو spares بالفاشيال and body hairs as well as small pubertal size test and penis. والجينيتال اورجان مالته يكونون اصغر مما يعني المتعارف عليه بهذا الامر, small prepubertal size testes and penis. بالنسبه للبلد تيست ريفيل تستوستيرون 7.5 نانو مول باللتر واللي هو 216 نانو غرام بالديس لتر, هذا بالنسبة للتستوستيرون. وبالنسبة طبعا التستوستيرون احنا عندنا الفري تستوستيرون والتوتال تستوستيرون. النورمال رينج مال الفري تستوستيرون هو من 90 الى 300 بيكو غرام بالمليغرام, اما بالنسبة للتوتال تستوستيرون 270 الى 1070 270 الى 1070 نانو غرام بالديس لتر نانو غرام بالديس لتر. هذا بالنسبه للتستوستيرون هنا طلع لنا احنا ما كاتبين هم اما التوتال يعني التوتال او الفري, بس قالوا 7.5 نانو مول باللتر. ماشي نانو مول باللتر. والثانيه الوحده الثانيه 216 نانو غرام بالديس لتر 216 نانو غرام بالديس لتر. زين الاف اس اتش 12 انترناشونال يونت باللتر. والاف اس اتش صراحه بالنسبه للاف اس اتش احنا عندنا الاف اس اتش بالميل من 1 الى 12 من 1 الى 12 الاف اس اتش احنا لقيناه هنا 12. والال اتش بالنسبه للال اتش احنا عندنا الال اتش من 2 الى 12 هنا لقيناه قد الال اتش 11 انترناشونال يونت باللتر. وات از ذا موست ابروبريت نيكست ستيب. بالنسبة لسؤال 32 طبعا هذا delayed pubertal in the context of in general delayed puberty in the context of hypergonadotropic hypogonadism ال LH وال FSH راح يعني يعتبروهم هم بال مثل ما نقول يعني بالأبر عند يعني عاليات مثل ما جاء نلاحظ ال FSH وال LH كل من 12 11 ماشي, فهذا يعتبر hypergonadotropic والاف اس اتش هايبوغونادزم 216 هايبوغونادزم. وطبعا بالنسبه لهاي الحاله بالميلز از يوجوالي ديو تو كلين فلتر سندروم. كلين فلتر سندروم اللي هي وذ الكاريوتايب 47 اكس اكس واي, بما انه بي واي فهذا ميل 47 اكس اكس واي. تيستينج فور ذس شود بي ذيرفور بي بارت اوف next line investigation. Where differential diagnosis is acquired, the differential diagnosis is acquired gonadal damage. ممكن damage gonadal damage بصورة acquired, في acquired gonadal damage due to chemotherapy أو radio therapy. فالمفروض شو نسوي له هذا؟ نسوي له C اللي هو karyotype حتى أتأكد منه. ما طول بيوبرتال قبل أسوي له شنو؟ karyotype بيوبرتال delay كاريوتايب حتى اتاكد منه هذا 47 اكس اكس واي كلين فلتر سندروم. بالمناسبه ان جنرال الجدير بالذكر انه مو فقط يعني اكوارد جونادال دامج ديو تو يعني مو بس بسبب الكيموثيرابي والراديوثيرابي, ممكن تروما او سيرجري اوكي which should be apparent on taking full history. لازم يعني تطلع عليه وتاخذ full history منه. الاوتوميون جونادال فيلر ممكن اوتوميون جونادال فيلر اور بوست انفكشن اور كايتس التهاب الخصيه اللي هو بعد الانفكشن بوست انفكشن اور كايتس ديو تو المامس اور التيوبركلوسيس ار ديفرنشال دايجنوستس. كل هذني ديفرنشال دايجنوستس. الترناتيف ديفلوبمنت اور كونجنيتال جونادال ديس اوردر انكلود انزيم ديفيشنسي ان ذا بايو سينثيسيس اوف ذا سكس ستيرويد او شنو يعني سكس هرمون السكس ستيرويد السكس ستيرويد اور انوركيديزم او كريبتو شنو هو كريبت اوركيديزم.
تمام. نجي بعدها السؤال اللي بعده، سؤال 33: What is the principal pathological abnormality in clean filter syndrome؟ شنو هو الباثولوجيكال الرئيسي، البرنسبل باثولوجيكال ابنورماليتي ان كلين فلتر سندروم؟ كلين فلتر سندروم طبعا راح يكون الجواب سي، اللي هو ديسجينيسيس اوف ذا سيمينيفيروس تيوبيول. ديسجينيسيس اوف سيمينيفيروس تيوبيولز. سؤال 33: ان جنرال كلين فلتر سندروم ريزلت فروم جينوتايب، اللي هو XXY 47 XXY تمام 47 XXY. This lead to hyalinization and fibrosis of seminiferous tubules. بالنسبة لل LH resistance كان occur rarely due to abnormalities in the LH receptor. تمام. Disordered migration of GnRH producing neuron while neurons الخلايا العصبية occur in a clean filter syndrome. Wireless defect in the steroidogenesis pathway underlies congenital adrenal hyperplasia. TGF أما بالنسبة للTGF beta has both simultaneously أو stimulatory and inhibitory effect on lytic cell steroidogenesis يعني steroid genesis. Steroidogenesis. سؤال 34: A 62 years old man رجل عمره 62 سنة has notes that his breasts have been swollen and tender to touch. يعني أول شيء هم مرمات ومنتفقات، وإنه واحد يعني يريد يلمسهن راح يكون عنده pain، then tender to touch. He is on long list of medication. عنده مجموعة من المديكيشن دا يأخذها. Which of the following medications can causes gynecal أو gynecomastia؟ شنو اللي ممكن يسبب لنا gynecomastia أو gynecomastia؟ طبعا هنا الجواب راح يكون finasteride. In general, finasteride is used for treatment of benign prostatic hyperplasia. BPH. BPH. Benign prostatic hyperplasia. And inhibits يعني يثبطنا conversion of testosterone تحول التستوستيرون الى to its metabolically active form اللي هو dihydrotestosterone. زين. This result in the reduction بال testosterone to estrogen, and then this result وهاي بالنتيجة راح يؤدي الى decrease يقلل لنا reduce testosterone الى الاستروجين، نسبة التستوستيرون للاستروجين راح تقل تمام resulting in gynecomastia. بالنسبة التاموكسيفين والكلوميفين can be used in the treatment of gynecomastia. اوكي مو هي للسبب، وانما هي تعالج gynecomastia by reducing الاسترادايول synthesis and function respectively. يعني التاموكسيفين reduce الاسترادايول synthesis والكلوميفين reduce الاسترادايول function. اوكي هذا معنى respectively. و restoring a higher testosterone to estrogen ratio. Restoring higher testosterone to estrogen ratio. وبالنسبة لبقية الاختيارات البوتاسيوم sparing agent اللي هو سبيرانلاكتون but not الثيازيد اللي هو يصل به البندروفلوميثازيد اللي هو الثيازيد دايريتكس can causes gynecomastia. اوكي فمو البندرو فلوميثازايد هو اللي سبب لنا الجاينيكوماستيا، وانما سبيرانلاكتون اللي هو بوتاسيوم سبيرنج ايجنت. تمام. شلون يقول لك ثرو ايضا الاروماتيزيشن، خلال الاروماتيزيشن الاندروجين ريبليسمنت كان ليد تو جاينيكوماستيا بوت ذس شودنت اكير وذ ميتابوليك اكتيف فورم الدايهايدرو تستوستيرون. فالاختيار راح يكون عندنا العلاجات العلاج اللي يسببنا جاينيكوماستيا من ضمن العلاجات هو شنو هو فينستيرايد. وطبعا عندنا هذا العلاج الكلاس مالته للمعلومه الكلاس مال الفينستيرايد هو 5 الفا ريدكتاز انهيبيتر. تمام. تريتمنت البنان بروستاتيك هايبربلاجيا باي بلوكينج البرودكشن اوف الميل هرمون اوكي تو كوز ذا بروستاتيك تو انلارج. هو هاي
الفكره مالته، حتى ما يسبب كبر تضخم بالبروستات فيمنع التضخم مال البروستات. عندنا سؤال 35 يقول لك 72 years old man، رجل عمره 72 سنه 72 years old with a history of CKD stage 4 chronic kidney disease stage 4، واصل مرحله رابعه من ال chronic kidney disease، و is admitted with peri-oral paresthesia، اكو عنده خدر دار مدار حلقه and crumbing in hand، okay crumbing اكو crumbing in his hands. A blood test reveal a calcium 1.7 millimol بالليتر، هذا hypocalcemia اللي هو بالمليغرام بالديسلتر 6.81. احنا عندنا المفروض من تقريبا 8.5 الى 10.5 تمام هيك شيء. والباراثيرويد هرمون البي تي اتش ليفل 8.7 بيكو مول بالليتر اللي هو 82 بيكو غرام بالمليلتر، طبعا هو من 15 الى 65 بيكو غرام بالمليلتر، فهذا 82. السؤال مالتنا هنا الباراثيرويد هرمون has which of the following effect، شنو التاثير مال الباراثيرويد هرمون من ذني الاختيارات. طبعا بالنسبه للباراثيرويد هرمون افكت راح يكون الجواب هو سي اللي هو conversion 25 هيدروكسي فيتامين دي الى 125 داي هيدروكسي فيتامين دي، داي هيدروكسي فيتامين دي تمام، conversion of 25 هيدروكسي فيتامين دي الى 125 داي هيدروكسي فيتامين دي. طبعا in general this case describe secondary hyperparathyroidism، secondary hyperparathyroidism اللي هو بسبب شنو، بسبب يعني secondary to بسبب chronic renal failure، يعني هسه هاي الحاله هي هاي secondary hyperparathyroidism، احنا اذا كان السبب بسبب الكرونيك رينال ديزيز فنصيح له secondary، فهذا secondary hyperparathyroidism اللي هو secondary to بسبب الكرونيك رينال failure. A similar biochemical picture is seen with the vitamin D deficiency. The parathyroid hormone aims to maintenance the calcium hemostasis by reabsorption of calcium from the bone through altered activity of the osteoblast and the osteoclast. In the kidney, the parathyroid hormone activates in a shot like an enzyme which is 1-alpha hydroxylase. هذا كلش مهم الانزيم. In the kidney, the parathyroid hormone activates in a shuttle an enzyme which is 1-alpha hydroxylase in the proximal tubule, which in turn activates the 25 hydroxy vitamin D الى 125 di hydroxy vitamin D. It is the letter that enhances the absorption of the calcium and the phosphate. يحسن الامتصاص مال الكالسيوم والفوسفات from the gut. تمام؟ والcomplex relation should exit، العلاقة المعقدة complex relationship exit between the feedback of magnesium on the parathyroid hormone secretion، but the parathyroid hormone result in the reabsorption of the magnesium from distal convoluted tubule. Okay، فهاي العلاقة المعقدة تظهر لك في feedback للمغنيسيوم على الباراثيرويد هرمون سيكريشن. اوكي الباراثيرويد هرمون ريزولت النتيجه مالته راح ريزولتنج ان ابزوربشن او ري ابزوربشن اوف المغنيسيوم، اعاده امتصاص المغنيسيوم من الديستال كونفولوتد تيوب يول. سؤال 36 يقول لك 32 years old man، رجل عمره 32 سنه is admitted to the hospital with gastroenteritis، عنده اكو التهاب بالامعاء gastroenteritis. اوكي التهاب بالجي اي دي gastroenteritis blood test revealed total calcium 2.27 اللي هو hypercalcemia، طبعا hypercalcemia 10.9 تقريبا 11 ملغرام بالديسلتر، والبوتاسيوم 3.7 طبيعي، المغنيسيوم 1.2 اللي هو 2.92 ملغرام بالديسلتر، اليوريا 4.7 مليمول باللتر، والكرياتينين 67 كذلك طبيعي، الباراثيرويد هرمون 6 بيكومول باللتر اللي هو 57 بيكو غرام بالمليلتر. زين he states that his mother is currently being investigated for hypercalcemia، مشكلتنا هنا بالهايبركالسيميا تمام. which of the following which was picked up
on the routine of blood test. What is it سؤال مالتنا what is the most likely underlying causes of blood results. شوف أنا بعد نخلي خط على الهايبركالسيميا. السؤال على الهايبركالسيميا which was picked up on routine of blood test. What is the most likely underlying causes of hypercalcemia أو blood result. راح الجواب راح يكون عندنا شنو الجواب راح يكون عندنا C هو mutation in calcium sensing receptor gene. اكو ضفرة وراثية بالجين المتحسس للكالسيوم mutation in calcium sensing receptor gene. ضفرة mutation بالجين اللي هو الجين للمستقبلات المتحسسة للكالسيوم mutation in the calcium sensing receptor جين. In general بالنسبة للسؤال 36 in general بصورة عامة راح يكون يعني with mild hypercalcemia and hypermagnesemia along with family history of the same نفس الحالة المذر قلنا ذكر المذر انه المذر جاي سوى investigation للhypercalcemia فان جنرال with mild hypercalcemia and hypermagnesemia along with the family history of the same the most likely underlying causes is a familial hypocalcemic okay هذا المرض هو familial hypocalcemic او hypocalciuric familial hypocalciuric hypercalcemic f HH. This may go under undiagnosed. Then this may go undiagnosed until detected incidentally when the blood tests are taken يعني for an alternative reason. لسبب آخر يسحبون الدم ويسووا له تحاليل وبتشوفوه بشكل accidentally. Diagnosis would confirm by urine calcium to creatinine يعني الكالسيوم إلى الكرياتينين ratio of أقل من 0.01 أقل من 1% 0.01 and the urine calcium أقل من اليورين كالسيوم أقل من 5 ملي مول خلال 24 ساعة اللي هو أقل من 200 ملي غرام خلال 24 ساعة. The condition is caused by inactivating a mutation in calcium sensing receptor gene. بما يخص المان سيندروم المولتيبل اندوكراين ميوبليشيا سيندروم are associated with the hyperparathyroidism. This is also inherited in autosomal dominant manner. However, the hypermagnesemia would not be expected in this situation. تمام؟ or in the hyperparathyroidism secondary to parathyroid adenoma. بما يخص dehydration can causes elevated serum calcium, but this man's urea is not elevated. In man urea, اليوريا هنا ما مرتفعة. So doesn't appear dehydrated from biochemical prescriptive. تمام؟ إذن هذا. So يقول لك he doesn't appear dehydrated from biochemical perspective. 37 36 years old woman مرة عمرها 36 سنة. نركز على سالفة العمر. مرة عمرها 36 سنة is admitted to the hospital with abdominal pain. اكو ألم عندها بطنها. The blood test reveal الكالسيوم 3.01 ملي مول بالليتر. احنا عندنا المفروض من 2.1 إلى 2.6 هذا النورمال. وبالملي غرام بالديسلتر لقينا 12.1 هذا هايبر كالسيميا. المفروض نلقاه من 10.2 او 0.5 الى 8.5 يعني من 8.5 الى 10.2 او 10.5 من الغرام بالديسلتر. رقم 1 انه هايبر كالسيميا. رقم 2 عندنا بالنسبه لما يخص الفوسفيت 0.5 ملي مول باللتر 1.55 من الغرام بالديسلتر هذا هايبوفوسفيتيميا. احنا لازم نلقاها 3.4 او 3.5 بما يخص الفوسفيت الى شنو الى 4.5 اذا من 3.4 او 3.5 الى 4.5 بما يخص الفوسفيت فعندنا هايبوفوسفيتيميا. بما يخص المغنيسيوم كذلك المغنيسيوم لازم عندنا
بالنسبة للمغنيسيوم 1.7 إلى 1 من 1.7 إلى 2.2 1.7 إلى 2.2 ملغرام بالديس لتر. أما بالنسبة بالملي مول عندنا من 0.85 إلى 1.1 من 0.85 إلى 1.1 ملي مول باللتر. فهذا الشيء لقيناه بالنسبة للمغنيسيوم، لقيناه أقل من 1.7 اللي هو 0.8 ملي مول باللتر، اللي هو 1.94 ملي غرام بالديس لتر. احنا المفروض نلقاه شنو؟ المفروض نلقاه من 85 او بوينت 85 الى 1.1 بالنسبه بالملي مول باللتر، فهذا كلش قليل. وايضا بما يخص الملي غرام بالديس لتر، احنا المفروض نلقاه من 1.7 الى ايش قد 2.2. فبالنسبة للمغنيسيوم ما في شيء، تمام. بالنسبة للمغنيسيوم ما في شيء طبيعي. اليورينري كالسيوم اليفيت، طبعا اليورينري كالسيوم 12.8، احنا من نلقى فوق العشرة فهذا خطر، يعني لازم نشيل الغدة. 12.8 ملي مول بال 24 ساعة او 512 ملي غرام بال 24 ساعة، المفروض هذا يكون اذا فوق ال 400 تنشال الغدة. اوكي، 32 ملي مول باللتر اليفيتد الباراثيرويد هرمون. بما يخص الباراثيرويد هرمون، احنا قلنا من 15 الى 65 بالنسبه للثيرويد هرمون بيكو، بيكو غرام بالملي لتر، بيكو غرام بالملي لتر من 15 الى 65. فهنا ايش قد لقينا؟ بالنسبه للباراثيرويد هرمون لقينا 116 بيكو غرام بالملي مول، هذا كلش معلق. فالباراثيرويد هرمون معلق والكالسيوم معلق والفوسفات نازل، فهذا برايمري برايمري هايبر بارا ثايرويدزم. يقول لك what is the most appropriate follow up management plan، طبعا هذا قبل شيل الغدة. refer for بارا ثايرويد سيرجري، الاختيار دي. ليش أهم هذا الاختيار دي؟ بالنسبة للسؤال 37، in general this woman has all biochemical feature of a primary hyper parathyroidism. The indication for consideration surgery include أولا 0.25 ملي مول باللتر أو 1 ملي غرام بالديسلتر or more or above من النورمال reference range for serum calcium، تمام. هاي نقطة. النقطة الثانية اليورين كالسيوم اكسكريشن، إذا كان عندنا فوق العشرة، إحنا هنا إيش قد عندنا؟ 12.8، تمام. فوق العشرة ملي مول خلال 24 ساعة أو فوق الأربعمية، هنا عندنا 512 فوق الأربعمية ملي غرام ملي غرام خلال 24 ساعة، 30% reduction in creatinine clearance، البون مينرال دنسيتي، التي سكور بيلو 2.5 at any site and age younger than 50 سنة. احنا قلنا ايش قد العمر؟ من العمر قلنا الحفظة العمر 36، ماشي، فأقل ال 50 سنة. Well, prior to the surgery, يقول لك she should have imaging by ultrasound and or cystam B scan. تمام؟ لازم نسوي له imaging بالultrasound cystam B scan to try to localize the parathyroid adenoma. تمام؟ Given her young age, a consideration should be given to screening for genetic causes of parathyroid. هرمون اللي هو هايبر باراثيرويدزم. يقول لك there is no thing to suggest vitamin D3 deficiency، ماكو اي يعني فد شيء حتى انه تقول هذا vitamin D3 deficiency، اي انه هايبوكالسيميا. and the thiazide diuretics may increase the serum calcium concentration. بالنسبه للوب diuretics may originally be used in the management of the service hypercalcemia but only under the specialist supervision. عندنا سؤال 38، 52 years old woman، مرة عمرها 52 سنة، is referred to clinic with a 4-month history of lethargy, generalized weakness and pain in her hands and feet. The blood test reveal the TSH، احنا عندنا من 0.4 إلى 4، هذا أو 1.3 ملي انترناشونال يونت باللتر، تمام. عندنا تي اس اتش من 0.4 الى 4، هذا لقيناه شنو؟ لقيناه صاعد.
العفو نورمال. التوتال اوف ري، التوتال اوف ري تي 4 18.4 بيكومول باللتر، 1.43 نانو غرام بالديس اللتر. احنا عندنا الفري تي 4 0.7 ل 1.8 نانو غرام بالديس لتر، هذا لقينا 1.48 يعني طبيعي. الكالسيوم 2.2 طبيعي اللي هو من 2.1 الى 2.6، والملغرام بالديسلتر 8.81 ملغرام بالديسلتر. احنا عندنا من 8.5 الى 10.2 او 10.5. الفوسفيت بالنسبه للفوسفيت 0.6 ملي مول بالملي مول باللتر، 1.86 ملغرام بالديسلتر. احنا عندنا الطبيعي 3.4 او 3.5 الى 4.5 بالنسبه للفوسفيت. الباراثيرويد هرمون 60 اللي هو عندنا من 15 الى 65 بيكوغرام بالديسلتر. الكلان فوسفيت 158 انترناشونال يونت باللتر. الكرياتينين 7.3 مايكرو مول باللتر، عندنا من 60 الى 120. اوكي، وات از the likely underlying diagnosis، شنو هو الدايجنوسيس بما يخص 38؟ سؤال 38 راح يكون فيتامين دي ديفيشنسي. تمام، فيتامين دي ديفيشنسي ان جنرال. طبعا بما يخص السؤال 38، this result are consistent with secondary hyperparathyroidism. secondary hyperparathyroidism الكالسيوم طبيعي ما بيه شيء، ولكن الفوسفات نازل، الفوسفات نازل، والباراثيرويد هرمون هم ما بيه شيء طبيعي. تمام، فهذا شنو هو هذا، فراح يكون عندنا as result consistent with secondary hyperparathyroidism as result of vitamin D deficiency with the normal renal function and giving her symptom. The underlying diagnosis is osteomalacia. طبعا هذا التشخيص مالته هو الاوستيوماليشيا. اوكي، والباراثايرويد بالنسبه للبارا الباراثايرويد ادينوما، الباراثايرويد ادينوما is associated with primary primary hyperparathyroidism and thus a hypercalcemia. All of the other answer causes hypoparathyroidism and result in hypocalcemia. 39 33 years old woman is found to have significant postural hypotension. 33 سنة رجل عمره 33 سنة وعنده يعاني من postural hypotension with a drop in systolic blood pressure from 130 over 75 to 100 over 60. إذن بيصير عنده انخفاض بالsystolic blood pressure. Further investigation revealed elevation بالرنين level. تمام، أكو عنده ارتفاع بالرنين. But low aldosterone level on setting. Where in the adrenal gland where بيا مكان بالادرينال gland is enzyme aldosterone synthesis located. طبعا هذا بالجرانيولوزا بالزونة الجرانيولوزا يتم انتاج الالدوستيرون بالزونة الجرانيولوزا. هو دي الزونة جرانيولوزا. In general the outer most layer of adrenal cortex. لما عندنا الادرينال جلاند تكون من الادرينال كورتكس ومدله. هسه نسولف عن الادرينال جلاند الكورتكس مالتها الادرينال كورتكس. الاوتر موست لاير اوف ذا ادرينال كورتكس الزونة جرانيولوزا، وهاي بالنسبه للزونة جرانيولوزا. فالزونة جرانيولوزا از ذا سايت اوف الالدوستيرون سينثيسيس. الالدوستيرون، اوكي، الالدوستيرون سينثيسيس، هذا الالدوستيرون سينثيسيس وين يصير؟ بالزونة جرانيولوزا. الالدوستيرون سينثيسيس whilst الجلوكوكورتيكويد يعني الستيرويد والجلوكوكورتيكويد are produced in the middle zone. بالميدل زون اللي هي الفاسيكولاته، فالفاسيكولاته يطلع منها الجلوكوكورتيكويد. الجلوكوكورتيكويد من يطلع من الفاسيكولاته، الميدل زون هي الفاسيكولاته. اما الاندروجين is innermost zone. الاندروجين in the innermost زون ريتيكولارس. تمام، اما بالنسبه للكرومافين سيل، الكرومافين سيل عند ادرينال مدلة. هسه نسولف عن الادرينال مدلة. بالادرينال مدلة اكو خلايا اسمها الكرومافين سيل عند ادرينال مدلة are the source of the catecholamines.
هنا الادرينالين والنور ادرينالين. This clinical picture كما مبين بالسؤال could result from disturbance of the renin angiotensin system from medications such as normal ARBs أو ACEI angiotensin converting enzyme inhibitor أو ARBs اللي هو angiotensin receptor blocker or more rare كلش يعني rare due to defect في synthesis of the angiotensin due to بسبب aquafagina mutation in the CYP-B2 CYP-11B2 جين. تمام، فالاختيار راح يكون عندنا دي، فالالدوستيرون يطلع لنا من الزونه جرانيولوزه، والالدوستيرون الالدوستيرون من الزونه جرانيولوزه، الجلوكوكورتيكويد من الفاسيكولات، والاندروجين من الريتيكولاراس. سؤال 40 يقول لك mother seek advice for her 7 years old daughter who has started developing pubic hair. بنتها عمرها 7 سنوات started develop طلع عندها pubic hair. Okay, the pubic hair يعني علامات بلوغ and body odor أو ريحة بالجسد يعني من تحرق منها بال okay من تحرق يطلع بها رائحة مال عرق and her voice has become deeper الصوت مالتها هم صار deeper أكثر عمق. Diagnosis of CAH كاه اللي هو شنو diagnosis of congenital adrenal hyperplasia is being considered خلينا بالنا. Okay what is the commonest enzyme deficiency in the كاه اللي هو congenital adrenal hyperplasia congenital adrenal hyperplasia. طبعا بما يخص السؤال 40 in general females with milder form of CAH who have congenital adrenal hyperplasia develop precocious puberty precocious puberty والكليتورو ميغالي يعني اكو ميغالي وانلارج بالكليتورس كليتورو ميغالي واكسلريتد جروث اكسلريتد جروث وتسارع بالنمو or can present with the oligomenorrhea or hirsutism okay الهرسيتزم اللي هو يطلع الشعر مالتها hirsutism and infertility later in the life up to 90% 95% of cases are due to بسبب 21 hydroxylase deficiency فالجواب راح يكون هو الاي تمام الجواب راح يكون ان الاي اللي هو 21 hydroxylase تمام deficiency 21 hydroxylase deficiency this result in the reduction in cortisol synthesis نقصان بصناعة الكورتيزول with resultant النتيجة يصير increase in intermediate compounds include 17 hydroxy progesterone and increase in aldosterone أو increase in androgen synthesis severe form can be due to detected from birth but severe form can be detected from birth ممكن ندقنزها من الولادة due to عندك اكو مصطلح اسمه ambiguous genitalia يعني الجنتالي تكون غير واضحة يعني غموض بيها and can result in the failure to thrive FTT failure to thrive and vomiting due to salt worst assault worst فقدان الأملاح. سؤال 41 63 years old man رجل عمره 63 سنة present to his family physician with one month history of weight gain تمام اكتساب زيادة بالوزن difficulty clumping stair okay ما يقدر يتسلق للدرج okay difficulty clumbing stairs on examination he is found to have a blood pressure 182/85 مليمتر مركري صاعد الضغط مالته abdominal stria and bruising on his arm overnight dexamethasone test revealed morning serum cortisol serum cortisol level 135 نانو مول بالليتر احنا عندنا الطبيعي بهاي الوحدة 140 الى 690 نانو مول بالليتر و 5.55 مايكرو غرام بالديسلتر الطبيعي مالتها بهاي الوحدة 5 الى 25 مايكرو غرام بالديسلتر يعني طبيعية الامور تمام
يقول لك هنا which of the following would be appropriate next investigation. The next investigation ورا ما سوينا له overnight dexamethasone suppression test, overnight dexamethasone test لازم نسوي له 24 hour urine free cortisol. نجمع له الكورتيزول خلال 24 ساعة من البول, ف 24 hour urine collection for free cortisol. بالنسبة للدياجنوستيس مال الكيشن سندروم يجي لك أول شيء overnight dexamethasone suppression test. أول first line هو overnight dexamethasone suppression test suggesting possible diagnosis of الكيشن سندروم. However, it is necessary to perform a second test to confirm the diagnosis of the Cushing's syndrome. The magnet 24 hour urine collection for a urine free cortisol. وثلاثة يسحول late night salivary cortisol. Late night salivary cortisol. وطبعا once the Cushing's syndrome is confirmed. Further investigation are required to determine the underlying causes. تمام؟ حتى نشوف شنو the underlying causes. فهنا بعد ال overnight dexamethasone suppression test لازم نسوي 24 hour urine collection for free cortisol. 42 56 years old man, رجل عمره 56 سنة, with recent diagnosis lung cancer, notes weight gain or weight gain. وإيزي بروسينج أوف هيز سكين وإنكريز ثرست أند ديفيكولتي كلامبنج ستيرز. طبعا هاي أعراض الكوشن سندروم. شخص عنده لنج كانسر ودستر عنده أعراض الكوشن سندروم. ويش تايب أوف ذا لنج كانسر إز أسوشيتد وذ إن إندوكرينولوجي بيكتشر. طبعا هذا الكارسينويد تيومر. شلون وليش عرفت الكارسينويد تيومر؟ إن جنرال سؤال 42 ذيس كيس ديسكرايبز كلاسيكال بيكتشر أو كلاسيك سيمتوم أوف كوشن سندروم ويش can be associated with excessive ACTH adrenocorticotropic hormone ACTH from a variety of the cancer including ضمن small cell اللي طلع عن هذا ال شو اسمه هذا السرطان lung cancer اللي هم اولا عندنا شنو عندنا small cell هذا واحد والكارسينويد تيومر small cell والكارسينويد تيومر of the lung. اثنين الايلت سيل تيومر اوف بنكرياس الايلت سيل تيومر اوف بنكرياس. وثلاثة الام تي سي مدلل ثايرويد كارسينوما الام تي سي. واربعة التيومر اوف ذا ثايموس اجلاند تيومر اوف ذا ثايموس اجلاند. فهنا عندنا تتماشى ويا من ويا الكارسينويد تيومر. سؤال 43 الهايبوكاليميا اسوشيت وذ كوشن سندروم. احنا مثل ما نعرف انه الاديسون ديزيز عادة يجي ويا هايبوناتريميا هايبركاليميا. اما هنا بالنسبة للكوشن سندروم تجي ويانا هايبوكاليميا. فهايبوكاليميا بالكوشن سندروم اوكي. از ديو تو السؤال يقول لك از ديو تو ويتش اندرلاينج ميكانيزم سبب شنو صايرة الهايبوكاليميا بالكوشن سندروم. الجواب راح يكون بالنسبة 43 اي تمام It was activation of the mineralocorticoid receptor. Activation of the mineralocorticoid receptor. تمام. فin general الهايبركورتيزوليميا ارتفاع الكورتيزول بالدم بالكوشن سندروم. الهايبركورتيزوليميا result in the hypokalemia as a result increase بالmineralocorticoid receptor activation. بسبب شنو؟ بسبب انه راح يصير عندنا انكريز بالمينرال او كورتيكويد ريسبتور اكتيفيشن. الكورتيزول از بوتنت مينرال او كورتيكويد هو فتكر يعني مينرال او كورتيكويد قوي بس ات از يوجوالي بريفنتد فروم اكتيفيتنج المينرال او كورتيكويد ريسبتور. ليش يعني يمنع من انه ينشط لنا المينرال او كورتيكويد ريسبتور؟ يقول لك بيكوز ات از ميتابولايز تو ان اكتيف كورتيزون لأنه يتحول إلى الصيغة الغير نشطة. Inactive cortisone by the enzyme اللي هو 11 beta hydroxy steroid dehydrogenase type 2 اللي هو الرمز مالته 11 beta HSD يعني الهيدروكسي steroid dehydrogenase 2 اللي هو type 2. In the Cushing syndrome the presence of the high level وجود أو يعني presence of the high level of the cortisol overwhelming ال 11 beta HSD
تو سيستم، فهذا هو السبب، بسبب انه ليش يصير عندنا هايبوكاليميا. هايبوكاليميا سبب مالتها اكتيفيشن اوف المينرالوكورتيكويد ريسبتور، تمام، اكتيفيشن اوف المينرالوكورتيكويد ريسبتور. 44 انسيدنتال فايندينج اوف ذا ادرينال ماس، لقينا ادرينال ماس ديسكفر وين 72 years old woman مرة عمرها 72 سنة has a CT scan which of the following parameter is associated with an increased likelihood of malignancy. هاي عندنا الاختيارات، ماشي، هاي عندنا الاختيارات. فالاختيار الصح راح يكون retention of the contrast، الاحتفاظ بالcontrast media. إذا retention of the contrast بما يخص سؤال 44 in general، الجواب هو C retention of contrast. The greatest risk of malignancy is seen in the unilateral lesion. يكون مواصفات unilateral lesion with irregular surface و size multiple of size أكثر من 4 cm with lipid pore consistency. Lipid pore consistency. Okay. اللي هو شو صح له هذا؟ Hans filed unit. Lipid pore consistency. Hans filed unit أكثر من 10 HU. And retention of the contrast on the scanning. أي واحد لقيناها من هذا فهو هذا شنو هو هذا يعتبر شنو يعتبر يعني associated with an increased likelihood of malignancy. تمام. ف greatest risk of the malignancy is seen in the أولا unilateral lesion with irregular surface. ثلاثة عندك size أكثر من 4 cm. أربعة with lipid poor consistency اللي هو Hansfeld unit أكثر من 10 HU. وخمسة retention of the contrast on the scanning. Retention of contrast on scanning. هذا هو معناه شنو معناه associated with an increased likelihood of malignancy. سؤال 45 24 years old man رجل عمره 24 سنة is admitted to emergency department having collapse at the gym. يلعب رياضة بالجيم ووقع. Describe symptoms of the headache were feeling flush with association palpitation. رأسه قام يوجع صار عنده flushing with palpitation and sweating. Then he was observed by his friend. جماعة تلقوا أصفر. Okay. شافوه أصفر صار لونه أصفر قبل ما يوقع وصار عنده collapse. Is persistently hypertensive يعني الضغط مالته باستمرارية صاعد. وسوى له 24 hour urine collection show elevated بالمينرالوكورتيكويد بالميتا ادرينالين. لقوا عنده صعود بالميتا ادرينالين او ما يسمى الميت نفرينز. يقول لك هنا الفيرست لاين تريتمنت فور هيز كونديشن شود بي وذ ويتش اوف ذا فولوينج. ومعطيك عدة اختيارات هنا. يقول لك شنو العلاج مال هذا المرض. العلاج طبعا العلاج مال هذا المرض مو يخص السؤال 45 in general. This presentation يتناسب ويا الفينوكسي بنزامين. الفينوكسي بنزامين in general this presentation is in keeping with a few chromocytoma at such young age genetic screening should be performed to detect any determining أو underlying حتى نشوف detected any underlying inherited disorder. The treatment is initially with 5 adrenoceptor antagonists يعني alpha blocker such as الفينوكسي بنزامين. Initial presentation بالنسبة لما يخص initial presentation of the beta blocker إذا أنطينا beta blocker therapy may cause hypertensive crisis كلش مزين. وبما يخص الكيتوكنازول طبعا هذا التريتمنت بالكوشن سيندروم من احتاجه الدكساميثاسون وال يعني الدكساميثاسون والفلودرو كورتيزون. هذا طبعا هو سينثيتك جلوكوكورتيكويد اند مينرالوكورتيكويد ريسبكتيفلي. يعني الدكساميثاسون هو يعتبر سينثيتك جلوكوكورتيكويد والفلودرو كورتيزون يعتبر سينثيتك مينرالوكورتيكويد اند هاف نو رول هير. فالاختيار راح يكون عندنا الفا بلوكر فيو كروموسايتوما. الاختيار مالتنا فينوكسي بنزامين هو الفا بلوكر.